السلام عليكم، معكم رشيدة بهاء، رئيسة تعاونية طماط في لحية لإنتاج وتصدير الزعفران، وفي نفس الوقت رئيسة تعاونية أجكيف لتربية النحل، ورئيسة تعاونية إبسوس الأرجان ومشتق مواد تجميل بزيت الأرجان. حنا تنتواجدو في تارودانت، وجينا اليوم الاحتفال بيوم العالمي للمرأة والدار البيضاء بهذا المقر هذا ديال التكنو بارك. ديجا طرحتو فيه كل عام، ماشي كل عام ولكن ولينا حاطين دائما هنايا في تيكنو بارك مشاركة معاهم، لأن الحمد لله لأن تاهما تيعاونو في لا كوميرسياليزاسيون ديال لي كوبيراتيف، ويعاونو تيدعموهم باش يقدروا يوقفوا على رجليهم. قلت لك حنا أربعة تعاونيات، كاين تعاونية زعفران تاويات. المنتوجات ديالنا اللي جبنا واللي تنحطو هنا ديما عندك زعفران، تنحاولو نحطو زعفران نغيرو بشوية، نغيرو ليه لومبالاج ديالو، يعني تنحطو عادي وتنحطو على شكل صناعة تقليدية. تنخدمو حتى الصناع التقليديين ديال المنطقة ديال تارودانت، يعني ماشي غير حنا تنديرو شراكة مع تعاونيات اخرين. وفي نفس الوقت عندنا لي برودوي كوزميتيك ماتش من زيت الأرغان اللي تيكون ما في سون بارافين سون سولفات. هذا هو لافونتاج اللي تيعاوننا شويه مع الناس، سواء هنا في تكنو بارك ولا في مناطق اخرى. وهي مجموعه ديال المنتوجات، يعني تتهم الجسم من الشعر حتى للرجل، والحمد لله على واحد الاقبال كبير اللي هذا شرف لينا، هذا تزيد يشجعنا باش نقدروا ندخلوا منتوجات اخرى. ومن غير هادشي تنحاولوا نديروا شراكات مع تعاونيات اخرين اللي تنعاونوهم في لا كوميرسياليزاسيون. العطريه كي قلت لك بين التعاونيات اللي درنا معاهم تنخدموا معاهم وتنديروا مع شراكه باش نقدروا كي تنقولوا الناس ديال هنا تيحاولوا نوصلوا لهم واحد المنتوج اللي بعيد اللي ما يقدرش يوصل، يعني تنقولوا لانترميديير ولكن بون كاليتي، ماشي اي كاليتي، انا راه موجوده في ما مشيتي. يعني نقولوا ان هادشي كامل طبيعي، ما فيهش المواد الكيميائيه او المخلط او لا. تنحاولوا باش المواد كلهم اللي عندنا يكونوا مواد طبيعيه 100%، يعني لان لا غادي تجيب مواد فيها لي برودوي مواد كيماويه ولا فيها مواد اخرين باش غادي تميز على السوق، وباش غتقدر دير المكان ديالك في السوق، لان عارفين كي تنعرفوا المنافسه كثيره اكثر. حاليا دابا كلشي اللي ناض مشى لي برودوي تاعو، دونك لي برودوي تاعو باش تخرج راسك بلا كاليتي وبالديزاين، تحاول ديما يكون عندك الجديد. في يوم العالمي للمرأة مثلا كان عندكم مثلا دي بروموسيون للمرأة، كنت مقدمتو للمرأة، واش كان عندكم إقبال مثلا؟ لا الحمد لله، راه ضروري في هذا اليوم هذا، راه العالم كله تيحتفل به، راه تحتفلوا براسنا هو قبل كل شيء. كاينين تخفيضات اللي تنديروهم مع مثلا نقولوا مع تكنو بارك، عندهم تخفيض خاص عاد الناس الاخرين كاينين تتشدي دي برودوي اللي تكون خاصين تدير عليهم واحد البروموسيون تخفيض اللي تيبقى داك الاسبوع ولا داك الشهر الناس كاملين اللي تجيو عندك. بحكم ان انتم في العيا ديال العسل مثلا ومؤخرا النحل، يعني بدا كيعطي الهروب او في الراس مثلا، دابا انتم واش كتبغيو هذا الشيء هذا، وكيفاش ممكن انكم تعالجوا هذه المساله وتحافظوا على هذه الماده اللي هي حيويه واساسيه؟ لا حيت كيف سمعتوا كيعرفين الناس كاملين ان هذا المشكل ديال غياب النحل ولا هروب النحل اللي تيمشي ما تيجيش، حقا راه اثر بزاف على النحاله. كانوا ابحاث مع لونسا، كانوا ندوات عالميه على قبل المشكل، حد الان باقي ما عرفوش ليه بالضبط اشنو واقع. راه غادي يخلي واحد غايدير واحد التاثير على بحال اركان طوبل الثمن ديالو، يعني ما بقاش كان واحد الثمن طوبل في جوج، يعني ديال ماشي سهله. النحل حتى هو نفس الشيء، يعني لا الغياب ديال النحل غادي يزيد التكلفه، غادي يطلع اكثر. ودابا حنا في ابواب رمضان، يعني الناس راه الشباكيه والاستعمال ديال العسل بكثره، يعني هنا تيكون واحد القليل اللي تنخافوا فيها ولا تنعرفوها هو الغش، يعني غادي يولي الغش كثير، واصلا كاين يعني ما كاينش رقابه كبيره وغيزيد دابا، ولكن تنقولوا يتقوا الله الشيء اللي كان بالنسبه، ولكن الحمد لله الانسان ما تيوقفش وغادي.